الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم تتحدث عن الـ Hospital Acquired Infection، الإصابات أو العدوى المكتسبة من المستشفيات. الـ Hospital Acquired Infection or Nosocomial Infection هو مصطلح واحد، أو بما نسميه بالـ Hospital Infection كلها معناتها العدوى المكتسبة من المستشفيات أو عدوى المستشفيات. تعريفه the define as the infections acquired in the hospital by a patient، يعني هي العدوى المكتسبة من المستشفيات للمريض، يعني الشخص المريض الراقد بالمستشفيات هو راح يتعرض لهذه الإصابات المكتسبة من المستشفيات عن طريق تواجده في تلك المستشفيات. عندنا many microbes implicated in hospital acquired infections. هذه الميكروبات عندنا ميكروبات جدا مهمة، خصوصا هي ميكروبات بكتيرية. هذه البكتيريات تشترك بصفة واحدة عزلوها من المستشفيات. هذه الصفة اللي تشترك فيها تكون multi drug resistant. هذه الباثوجينز اطلقوا عليها مصطلح مختصر اللي هو الـ ESKAPE pathogens، اللي كل حرف معناتها اسم بكتيريا. هذه البكتيريات مثل ما قلت لكم they are the multi drug resistant isolate present in the hospital، معزولة من المستشفيات. وجدوا انه بكتيريات انعزلت من المستشفيات، يعني من غرف المستشفيات او من صالات العمليات اللي موجودة بالمستشفيات او من اماكن مختلفة، اخذوا مسحات من داخل المستشفى وسووا لها كلتشر زرع، ومن ثم شافوا انه وجدوا هذه البكتيريات. هذه البكتيريات ايضا سووا لها انتيبايوتيك سنسيتيفيتي، فحص الحساسية، شافوا انه لها القدرة على مقاومة أنواع عديدة من المضادات الحيوية. هذه البكتيريات الإي تمثل الانتيرو كوكس فيسيوم استافيلو كوكس أوريوس، هذه الأس، الكي إكليبسيلا نيمونيا، الأي اللي هي أستينو بكتر بوماني، والبي هي سيدومونوس إيروجينوزا، والإي هي الانتيرو بكتر سبيشيز. ايضا اكو مسببات بكتيريا اخرى عدا هذه البكتيريات، هي اشريشا كولاي، والاشريشا كولاي تعتبر نوزوكوميال اكوايرد. ايضا مايكوبكتيريوم تيوبركلوسيس، البكتيريا المسببه للسل الرئوي، الليرنجيول نيموفيليم، والكانديدا البيكانس، وفطريات الكانديدا البيكانس، كلوستريديوم ديفيسل ايضا المسببه للدياريا للاسهال، وعندنا بكتيريات او ميكروبات سواء كانت فيروسات او بكتيريات تنتقل عن طريق الدم اللي نسميها بلاد بورن انفكشنز، الاصابات المنقوله عن طريق الدم، تنتقل ترانسميتد ثرو كونتامينيتد نيدل بريك انجري اور ميوكوكوتينوس اكسبوجر اوف بلاد، include human HIV، يعني human immune deficiency virus، الفيروس المسبب لمرض الايدز والهيباتيتس بي اند الهيباتيتس سي. هذه أمثلة للفيروسات اللي تنتقل عن طريق الدم، والانتقال تكون اما عن طريق وخزة الابرة او عن طريق تعرض او تلوث الاغشية المخاطية اللي تكون بسطح الجلد في حالة الجروح. هذه أهم البكتيريات أو الميكروبات اللي ممكن أنه تسبب لنا العدوى داخل المستشفيات. Source of infection، مصادر الإصابة، عندنا عدة مصادر للإصابة، أنه هذه الإصابة منين تجي. الإصابة تأتي بطريقين، أما exogenous يعني الإصابة يكتسبها المريض الراقد بالمستشفى، أما من مصادر خارجية، أو من الإندوجينوس يعني من نفسه هو مصادر داخلية. الإكزوجينوس ربما المريض contact with other patient and staff، هنا راح نسميها cross infection، يعني ممكن أنه الشخص المريض الراقد بالمستشفى تجي الإصابة عن طريق
الاحتكاك مع مرضى آخرين أيضا موجودين بالمستشفى يحملون إصابات أخرى، أو مع الاستاف الكادر الطبي اللي موجود بالمستشفى، هو يكون حامل للميكروبات لكن هو مو مريض، فهنا نسميها cross infection. المصدر الثاني من المصادر الخارجية هي environmental source. These include inanimate objects, air, water and food in hospital. هنا نسميها environmental infection أو العدوى البيئية. العدوى البيئية يعني أنه المريض الراقد بالمستشفى ممكن أنه يحصل على الإصابة عن طريق الأشياء الجماد مثل السرير أو الفراش أو الأغطية أو الكرسي اللي موجود بالغرفة. أي شيء جماد ممكن ملوث بالغرفة هو يتلامس وياه، ممكن أنه يسبب له عدوى. الهواء الموجود بالمستشفى، تلوث الماء أو الغذاء في بعض الحالات اللي تحدث بالمستشفيات ممكن أنه يسبب له إصابة. هذه كلها هي من مصادر الإصابة الخارجية. أما الإندوجينوس يعني هو الشخص نفسه يعدي نفسه. هذا شلون؟ A high proportion of clinical apparent hospital infection are endogenous self-infection. The infecting organism began derived from the patient's own skin, gastrointestinal or upper respiratory flora. احنا قلنا انه الشخص احنا كبشر نحمل تقريبا في كل اجزاء جسمنا على بكتيريا نسميها النورمال فلورا او البكتيريا المتعايشه سلميا الموجوده كمثال بالجلد او بالجهاز الهضمي او موجوده بالجهاز التنفسي العلوي. هذه البكتيريات ممكن انه تسبب لنا اصابه في حاله انه الشخص المريض ياخذ لمدى طويل مضادات حيويه او مضادات او ادويه تثبط المناعه، فهذا راح يسوي خلل بعمل النورمال فلورا الموجودة في الجسم ويخليها تصير من مسالمة إلى بكتيريات أمراضية. هذه المصادر اللي تعتبر هي الأكثر شيوعاً اللي موجودة بالإصابات داخل المستشفى ونسميها self infection، والسبب الرئيسي إلها أو تفاقم هذا النورمال فلورا هو ضعف الجهاز المناعي لجسم المريض أو أخذ مضادات حيوية لفترة طويلة أو أنه يأخذ أدوية مثبطة لعمل الجهاز المناعي. العوامل أكو طبعا عوامل تأثر على الإصابة، يعني أكو عندنا أكيد المريض اللي يكون الكبير بالعمر مو مثل المريض الشاب. أيضا ممكن أنه العوامل الأخرى مثل المكان أو الستاف اللي موجود، وعي الناس اللي هم أصلا متواجدين بالمستشفى أو الأدوية اللي ياخذها المريض، هذه كلها عوامل تأثر على مدى انتقال المرض أو الإصابة من المستشفى إلى الشخص المريض. عدة عوامل. العامل الأول هو الأيج. الأيج مثل ما قلنا أنه natural resistant to infection is lower infant and the elderly، يعني أنه المقاومة الطبيعية للأمراض تكون بالكبار السن وبالأطفال أو الرضع تكون قليلة مقارنة بالأشخاص البالغين أو اللي في يكونون في مرحلة الشباب. susceptibility to infection القابلية للإصابة، ممكن انه الشخص اذا عنده امراض مزمنة ودخل الى المستشفى، من مثال على الامراض المزمنة هي الدايبتيك داء السكري، او انه الشخص ياخذ medical or serological treatment علاجات طبية او علاجات جراحية مثل الاميون سبرسف دراك مثبطات ادوية مثبطة المناعة، ممكن انه المريض ياخذ راديوثيرابي علاج اشعاعي، او يكون عنده سبلينو اكتومي يعني رافعين من يم السبلين. هذه كلها عوامل تساعد على انه المريض يكتسب اصابات بصورة اسرع، لان الشخص يكون مريض او عنده مصاب بحالة تستدعي انه ياخذ علاجات مثبطة للجهاز المناعي، او هو مصاب بنوع من انواع السرطانات فيتعاطى
العلاج الإشعاعي أو هو فاقد لأهم عضو دفاعي بالجسم اللي هو السبلين. العفو. الهوسبيتال انفايرمنت، أيضا الهوسبيتال انفايرمنت. البيشنت شيد باثوجين فروم ذير بوديز. هوسبيتال بيرسونال سبريد ذيم ثرو ذير هاند اند كلوث. Equipment may be contaminated, pathogen are present in the hospital dust and air, and sometimes even in antiseptic contaminated of hospital food or water may cause outbreaks of infection. إنه الشخص المريض هو بطبيعة الحال راح يطرح الباثوجين اللي موجود من جسمه، فممكن إنه ينشر هذا الباثوجين عن طريق الأيدي أو عن طريق ملابسه، فراح يلوث الأدوات اللي موجودة حوله. ممكن أنه الباثوجين أيضا ينتشر بالهوسبيتال داست بالأتربة والإير بالهواء، وسمتايم حتى بالأنتيسبتيك حتى بالمطهرات. أكو بعض البكتيريات تكون مقاومة حتى للمطهرات، مثال عليها ان سيدوموناس ايروجينوزا واحدة من البكتيريات اللي عزلوها من المطهرات اللي تستخدم في عملية التعقيم. ممكن انه تلوث الطعام والماء بالمستشفيات، ممكن انه يسوي تفشي العدوى ايضا. اذا الايج، العوامل اللي تأثر على اكتساب العدوى هو العمر والقابلية للإصابة وتلوث بيئة المستشفى. أيضا الدايجنوستيك أور ثيرابيوتيك بروسيجر، طرق التشخيص وطرق العلاج. يعني مثلا طرق العلاجات، إذا كان المريض ينطونا دوزات عالية من العلاج والفترات طويلة وبها علاجات ممكن أنه تثبط مناعة الجسم، هذا راح يكون أكثر عرضة للإصابة بالبكتيريات. أما طرق التشخيص فممكن أنه عندنا طرق تشخيص متنوعة لتشخيص الأمراض، منها الناظور، فعد ما يقوم المريض العفو الطبيب بإدخال جهاز الناظور إلى جسم الإنسان أو جهاز القسطرة، ممكن أنه هذه الأجهزة اللي يقومون بها في عملية التشخيص هي ملوثة، فهنا راح تزيد من إصابة أو تعرض المريض لاكتساب عدوى من المستشفيات. أيضا الدراج ريسيستنس، the hospital microbial flora is usually multi-drug resistant due to indicious use of antibiotics thus limited the choice of therapy. أيضا المقاومة للأدوية، تنتج المقاومة للأدوية نتيجة للاستخدام المفرط أو الغير محكم، indicious use of antibiotic، لاستخدام الأنتيبايتك أو المضادات الحيوية. الاستخدام المفرط للأنتيبايتك أو المضادات الحيوية تؤدي إلى ظهور سلالات من البكتيريا تكون مقاومة لتلك المضادات الحيوية، بالتالي راح تنعكس سلبا على المريض وراح تخلي المريض يكتسب عدوى نتيجة لمقاومة تلك البكتيريات للمضادات الحيوية. ترانسفيوجن، أيضا عمليات نقل الدم أو مشتقات الدم، يعني مثلا البلازما أو سيل أوف بلاد أند إنترافينيوس فلويد، أعطاء السوائل عن طريق الأوردة. يوز فور ترانسفيوجن إز نوت بروبابلي سكرينت كان ترانسميت ماني إنفكشن. يعني المريض اللي يكون يحتاج إلى دم أو خلايا الدم أو بلازما الدم أو الشخص اللي ينطوه وريد أو سوائل بالعفو مغذي أو سوائل بالوريد، ممكن هذه الأدوات اللي ينقلون بها أو ينطون بها للمريض تكون ملوثة، فيكون المريض أكثر عرضة لاكتساب العدوى. Advanced in medical progresses، عندنا العلاجات الطبية المتقدمة، مثلا المريض في حالة الكانسر السرطان أو مريض عنده عضو زرع أعضاء أورجان ترانسبلانتيشن أو يزرعون صمامات قلب للمريض، هذه التقنيات كلها ممكن أنه علاجها بعد أنه
العلاج لسرطان أو العلاج بعد عملية الزرع أو علاج بعد وضع صمامات قلب صناعية. هذه العلاجات اللي نستخدمها بعد هذه الحالات ممكن أن نثبط الجهاز المناعي، وبالتالي الشخص يكون أكثر عرضة للإصابة أو اكتساب العدوى من المستشفى. هذه كلها كانت مصادر العدوى والعوامل المؤثرة على اكتساب العدوى. الآن نجي إلى طريقة النقل، أنه هذه العدوى شلون تدخل إلى جسم الإنسان. قلنا عن طريق الكونتاكت، التماس. الكونتاكت أما يكون بطريقتين، الدايركت كونتاكت أو الاندايركت كونتاكت. الدايركت كونتاكت from person to person، من شخص إلى آخر. مثال عليها ستريبتوكوكس والستافيلوكوكس، الستافيلوكوكس والستريبتوكوكس المسبحية والعنقودية. indirect contact عن طريق مثل الإصابات البيئية، عن طريق تنتشر عن طريق تلوث الأيدي أو عن طريق الأجهزة. وأكثر بكتيريا ممكن تنتشر عن طريق الغير مباشر هو سيدوموناس إيروجينوزا. والطريق الآخر غير التماس هو الإيربورن سبريد، ممكن الانتشار عن طريق أو اكتساب المرض عن طريق الهواء المحمول أو الهواء اللي يحمل الباثوجين. مثال علي دروبليت الرذاذ، الدست الغبار، والإيرسولز. الإيرسولز البخار الهواء والبخار الجوي اللي ينتج بواسطة نيبولايزر، جهاز النيبولايزر اللي يستخدم في عملية التبخير، والهيوميدي فيرس وأجهزة الترطيب and air and condition apertures وأجهزة التبريد والتكييف المستخدمة في غرف المستشفيات. هذه كلها ممكن أن تنقل بهوائها بكتيريات ممكن أنه تسبب إصابة للمريض، وخصوصا من هذه البكتيريات هي ليجيونيلا نيموفيلي. والدست from bedding flower exudate spread from disabled from a wound during a dressing and from the skin by natural shedding of the skin scar spread to the susceptible site. Example Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus. أيضا ممكن الغبار الفراش والأرضيات والسوائل المنتشرة من الجروح عن طريق ممكن أدمى المريض أنه يلبس ملابسه، راح بحركة إيده ممكن أنه ينقل الميكروبات بالسوائل اللي تطلع من مناطق الحروق. ممكن أنه ينشر الجلد المتقرن اللي يحتوي على الميكروبات، فممكن بهذه الطرق أنه ينشر الإصابة إلى مناطق أخرى وتصير سبب عدوى لمرضى آخرين، أو نقل تلك العدوى عن طريق الميديكال ستاف الكوادر الطبية العاملة في ذاك المكان، يكونون محل عدوى أي مصدر عدوى، ينقلون هذه الإصابات من مريض إلى مريض آخر. الأورال روت هوسبيتال فود كونتيننج جرام نيجاتيف باسيلاي ويتش آر موست of an antibiotic resistant. Example Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella species and other which may colonize the gut and later cause infection in the susceptible patient. ممكن انه التلوث الغذائي اللي يحدث بالمستشفى في الاغلب يكون تلوث بجرام نيجاتيف باسيلاي، عصيات سالبة لصبغة جرام، وبالغالب هذه العصيات تكون مقاومة للمضادات الحيوية. مثال عليها سيدوموناس إيروجينوزا والإشريشيا كولاي وكليبسيلا سبيشيز. هذه بالغالب هي تكون مستعمرات داخل القط بالأمعاء and later cause infection in susceptible patient فيما بعد راح تسبب إصابات للمرضى القابلين لاكتساب العدوى. Parenteral root inoculation عن طريق انتقال العدوى من الأم إلى الجنين عن طريق المشيمة. Certain infection may be transmitted by blood transfusion or
تشو دونيشن أو عن طريق من الآباء إلى الأبناء عن طريق نقل الدم أو عن طريق زرع الأنسجة، وممكن إنه contaminated blood factor عوامل الدم اللي هي عوامل دم التخثر ممكن إنه من ينقلونها للمرضى من الآباء إلى الأبناء، ممكن إنه يصير بيها تلوث، وأكثر الميكروبات اللي تنتقل بتلوث الدم ومنتجات الدم أو مشتقات الدم هي فيروسات الـ HIV، الفيروس المسبب للإيدز اللي هو Human Immune Deficiency Virus، والهيباتيتس B and Hepatitis C. Self Infection and Course Infection، أخذنا سابقا بالـ Source of Infection، أخذنا شنو معناته Self Infection والـ Cross Infection. Self Infection إنه هو الشخص هو نفسه يصيب نفسه عن طريق النورمال فلورا اللي موجودة ربما بالنويز أو بالسكين، أو عن طريق مثال عليها اللي هي ستريبتوكوكساي والكولايفورم باسيلاري ديورينج سيرجري خلال العمليات. والكروس انفكشن هو عملية طريقة نقل العدوى من شخص آخر إلى المريض، ودائما يكون هذا الانتقال أما من مريض إلى مريض آخر أو عن طريق الميديكال ستاف، الكوادر الطبية تكون هي حاملة للميكروبات وتنقلها من مريض إلى آخر دون التأثر بها. شنو هي الأمراض اللي ممكن ينقلها أو يكتسبها المريض من المستشفيات؟ مثل ما عرفنا من أسماء البكتيريات اللي ذكرناها سابقا، هي كلها بكتيريات تقريبا تصيب جهاز هضمي، تصيب جهاز تنفسي، تصيب جهاز بولي. فهنا شنو هي الأجهزة المتأثرة بتلك الإصابات؟ المطلوب منكم أنه تحفظون فقط اسم الجهاز وتعطون مثال عليه. مثلا urinary tract infection إصابات الجهاز البولي، مثال عليها إشريشيا كولاي، طبعا يكتسبها الشخص عن طريق اليوريثرا كاثرتيزيس، عن طريق قسطرة اللي تحدث يسوونها لليوريثرا للإحليل. most hospital acquired infection of urinary tract are associated with urethral catheterization. Example: إشريشيا كولاي، كليبسيلا، بروتيوس، سريشيا، سيدوموناس، بروفيدينسيا، أند الكانديدا ألبيكانس. هذه كلها مسببات بكتيرية وفطرية تسبب الإصابة أو العدوى بأمراض الجهاز أو التهاب الجهاز البولي. فالمطلوب من يمكم أنه نحفظ الإصابة وبكتيريا واحدة عليها، مثال واحد عليها. Respiratory Infection هي تحدث عن طريق استنشاق الميكروبات اللي موجودة بالأجهزة، خصوصا بالأشخاص اللي يكونون unconscious patient الفاقدين للوعي، أو الأشخاص اللي مخلينهم على التهوية الرئوية pulmonary ventilation، أو الأشخاص اللي حاطينهم على أجهزة النيمونيا أمراض ذات الرئة، أو الكارديوبولموناري ديزيز، أو أجهزة اللي أشخاص مصابين بأمراض قلبية وهم تحت الإنعاش. فممكن هذه الأجهزة اللي يحطوها يستخدموها لمعالجة المريض، ممكن أنه تكون بيها بعض البكتيريات اللي تنقل يستنشقها المريض بدون ما يحس، فسبب له إصابات. مثال على هذه البكتيريات يسترد Staphylococcus aureus، Eclipsiella species، Enterobacter، وSerratia proteus، وEscherichia coli، وSidomonas aeruginosa، Acinetobacter، وLegionella pneumophila، and respiratory viruses. الإصابات الأخرى اللي ممكن يكتسبها المريض هم جماعة الwound and skin sepsis، الجروح وتقيح الجلد. The incidence of post-operative infection is higher in elderly patients، خصوصا تحدث بعد العمليات الجراحية وتحدث عند الأشخاص الكبار بالسن. Most wound infection manifest within a week surgery، معظم إصابات اللي تحدث بالجروح راح يلاحظون الإصابات بها بعد
أسبوع من السيرجري. Staphylococcus aureus is the prominent pathogen followed by Pseudomonas aeruginosa and then Escherichia coli Proteus enterococci. عندنا إذا سامعين أنه الشخص لا سامح الله إذا شخص تعرض إلى حروق بليغة بالمستشفى يقولون الحروق مالته صارت لونها أخضر. هذا الخضار إجا من تلوث الحروق بجسد ذاك المريض بالسيدوموناس إيروجينوزا. السيدوموناس إيروجينوزا هي أكثر ملوث بكتيري تصيب الإنسان المحروق داخل المستشفيات، تسبب تسمم، وهذا السمالته نشوفه بحيث يصير بيجمنتيشن، يصير تلون في المكان المحروق ويصير لونه قريب للون الأخضر. بعد السيدوموناس إيروجينوزا تجينا ستافيلوكوكس أوريوس، وبعد الستافيلوكوكس أوريوس تجينا الإشريشيا كولاي والبروتياس انتيروكوكسي. أيضا من الإصابات الأخرى هي إصابات الجاسترو انتستينال انفكشن، ممكن أنه عندنا إصابات تصيب الجهاز الهضمي، الفود بويزنينج عند نيوناتال سبتسيميا ان هوسبيتال هاز بين ريبورتد. These infections are mainly associated with Salmonella and Shigella soni. ممكن أنه يحدث إصابات للجهاز الهضمي عن طريق تلوث الغذاء وتسبب تسمم غذائي، وفي بعض الأحيان تسبب سبتسيميا يعني تسمم الدم في الأطفال اللي يكونون حديثي الولادة. نيوناتال سبتسيميا تسمم بالأطفال الحديثين الولادة. أكثر بكتيريات مسؤولة عن التسمم الغذائي أو التسمم بالأطفال الحديثين الولادة هي السالمونيلا والشيغيلا سوني. والبرنس الحروق، طبعا العفو النقطة الثالثة كانت تتحدث عن الوند اند سكين سبسز، تتحدث عن الجروح وتقيحات الجلد. البرن الحروق هي تقريبا تابعة إلها. أيضا المسببات الرئيسية لتلوثات الحروق داخل المستشفيات هي ستافيلوكوكس أوريوس، سيدوموناس إيروجينوزا، أسينوتوبكتر، and ستريبتوكوكس بايوجين are responsible for hospital acquired infection in cases of burn. هي نفسها اللي نقول عليها المسبب الرئيسي لتلوث الحروق هي سيدوموناس إيروجينوزا، وتجي بعدها الستافيلوكوكس، هي نفسها أيضا المسببات الرئيسية للجروح، تلوث الجروح وتقيح الجلد بعد إجراء العمليات الجراحية. البكتيريميا عند السبتسيميا، سابقا شرحنا شنو معنى بكتيريميا وشنو معنى السبتسيميا. البكتيريميا هي معناتها تلوث الدم، دم جسم الإنسان بالبكتيريا نفسها. أما السبتسيميا هو معناتها تلوث دم الإنسان بسموم البكتيريا. These may be consequences of infection at any site but are commonly caused by infected intravenous cannula. Gram negative bacilli are the common pathogen. Staphylococcus epidermidis bacteria. Bacteremia is seen commonly in patients with artificial heart valves. البكتيريميا أو السبتسيميا تعتبر هي تابعة للإنفكشن أو العواقب اللي تحدث بعد الإصابات بأي جزء من الجسم، لكن في الغالب تحدث نتيجة لوضع الكانولة في الوريد. هذه الكانولة عد ما تكون ملوثة ممكن أنه تنقل العدوى إلى الدم مباشرة وتسبب أما سبتسيميا أو بكتيريميا. أكثر المسببات للسبتسيميا والبكتيريميا هي من البكتيريات العصوية السالبة لصبغة جرام، والستريبتوكوكس ستافيلوكوكس إبيديرميديس ممكن أنه تسبب لنا بكتيريميا، هي كروية الشكل موجبة لصبغة جرام، ممكن أن تسبب انتشار للبكتيريا في الدم جسم الإنسان، وخصوصا عند الأشخاص اللي يزرعوا لهم فالف هارت فالف صمامات قلب صناعية artificial heart valve.
اللي يزرعون في داخلهم صمامات قلب صناعية ممكن أن يكونون أكثر عرضة للبكتيريميا لانتشار البكتيريا في دمهم، خصوصا بكتيريا الستافيلوكوكس إبيديرمدس. هسه هذه الملوثات وطرق انتشارها وطرق دخولها إلى الجسم والعوامل اللي يتأثر عليها، شلون ممكن نشخصها نحن كناس مختبريون أو ناس اختصاص صحة مجتمع أو اختصاص بكتيريولوجي؟ يبقى الجولدن ستاندر فور دايجنوسيس از بكتيريولوجيكال ميثود، تبقى الفحوصات الأساسية أو الفحوصات الرئيسية اللي نستخدمها بالتشخيص هي الروتين بكتيريولوجيكال ميثود. كنا نعرف أنه أساس العزل البكتيري أو الطرق التشخيصية بالبكتيريا هو أنه نسوي سمير، والسمير سويته، ومن ثم من بعد السمير سوينا كلتشر زرع، وبعد الزرع راح نسوي ايدنتيفيكيشن تحري عن نوع البكتيريا، ومن ثم نسوي sensitivity testing يعني نسوي فحص الحساسية حتى نشوف انه هاي البكتيريا اللي اذناها حساسة لأي مضاد حيوي ومقاومة لأي مضاد حيوي، حتى ممكن ان نصف علاج الى الشخص المصاب بتلك البكتيريات. ممكن انه سبب انتشار هذه البكتيريات او هذه المسببات المرضية داخل المستشفيات هي خلل في عملية التعقيم والتطهير اللي تحدث بالمستشفيات، هنالك خلل في عملية التعقيم والتطهير. زين، شلون ممكن انه نمنع او نحد من هذه الاصابات او نحد من انتشار المسببات البكتيرية اللي ممكن تنقل العدوى الى المريض او يكتسبها المريض وهو داخل المستشفى؟ عندنا عدة طرق. هذه الطرق هي كلها مبدأها على عملية التعقيم والتطهير واستخدام المضادات الحيوية بشكل صحيح. أول طريقة عندنا هي الاسترلايزيشن، يجب تعقيم الاكوبمنت، المعدات، الانسترومنت، الأجهزة، والدريسنج، الملابس، الروجيكال كلوفز، القفازات، والفيس ماسك، وثريتنج كلوثينج اند فلوز. تعقيم كل ما ممكن انه نستخدمه داخل المستشفيات من ادوات واجهزة وملابس ومعقمات وكلوفز وفيس ماسك وملابس خاصة للعمليات والسوائل اللي نستخدمها في عمليات التعقيم والتطهير، ممكن يجب تعقيمها او وضعها تحت طرق التعقيم حتى نضمن ان كل هذه الامور ما تسبب عدوى للمرضى. الطريقة الثانية هي الكلينيك اندس انفكشن، التنظيف والتطهير. The general hospital environment can be kept in a good order by the attention to basic cleaning, waste disposal and laundering. ممكن انه احد الطرق اللي نحد بيها من انتشار المسببات المرضية اللي ممكن تنقل العدوى الى المرضى هي عملية التنظيف والتعقيم، ويجب ان يكون والتطهير، ويجب ان يكون المستشفى وبيئة المستشفى دائما في درجات عالية من التنظيف. السكن ديس انفكشن اند انتيسبتيك، طبعا تعقيم وتطهير الجلد هذه يستخدمونها بعمليات في العمليات بري اوبريتيف، قبل الاوبريتيف. disinfection of the inpatient skin and for serological scrub and monitoring within the operative frame. يجب تعقيم جلد المريض جيدا في المنطقة المراد اجراء العملية بها حتى نقلل من دخول النورمال فلورا او المسببات المرضية اللي موجودة على جلد المريض الى داخل جسم المريض، وبالتالي ممكن ان يسبب لنا مرض للشخص المريض اللي هو اصلا مريض وراقد بالمستشفى. ريجينال انتيسبتيك بروفلاكسيس، يعني استهلاك الانتيبايوتيك او المضادات الحيوية بصورة صحيحة بحيث ما تؤدي الى عواقب وخيمة اللي هي منها انه المريض ينصاب ببكتيريات تكون
مقاومة للمضادات الحيوية ويكون صعب علاجه، أو إن المضادات الحيوية راح تعرقل النورمال فلورا أو البكتيريات المسالمة اللي موجودة داخل الجسم، وبالتالي تحول هذه البكتيريات من مسالمة إلى بكتيريات أمراضية. بروتكتيف كلوثينج، ارتداء الملابس الحامية، يعني الشخص المريض الدخول إلى المستشفى يجب أن يرتدي الزي الخاص بالمرضى اللي يكون معقم من قبل الكوادر المتخصصة بالمستشفيات. أيضا الكوادر الصحية المتواجدة بالمستشفى يجب أن ترتدي ملابس معقمة حتى ما تكون ملابس الكوادر الصحية هي مصدر إصابة المرضى أو مصدر لنقل العدوى من مريض إلى مريض آخر. أيضا البيرسونالز هيباتيتس فاكسين بي فاكسين should be given to all health care workers. أيضا عندنا الحماية الشخصية، أنه كل الأشخاص العاملين بالمجال الصحي من كوادر صحية وكوادر طبية يجب أن تأخذ هيباتيتس لقاح هيباتيتس بي، لقاح التهاب الكبد الفيروسي بي، وإن شاء الله من راح تتخرجون وتتعينون بالمستشفيات أول لقاح راح تأخذونه هو الهيباتيتس بي فاكسين حتى نحمي أنفسنا من الإصابة بهذا الفيروس اللي هو يكون سريع الانتقال عن طريق الدم. ممكن أنه تشكت أبرة من مريض مصاب بالهيباتيتس بي، اتوقع أنه هذا العامل داخل المستشفى اللي انشكت إيده بسبب وهذه الأبرة تكون أو السرنجة تكون ملوثة من دم مريض مصاب بهيباتيتس بي، يتوقع نفسه أنه هذا الشخص العامل بالمستشفى أنه نقلت له العدوى عن طريق شكة أبرة واحدة. لذلك حتى نتفادى الإصابة بالهيباتيتس بي يجب على كل العاملين من كوادر صحية وطبية داخل المستشفيات والمراكز الصحية أخذ لقاح الهيباتيتس بي لتوخي الإصابة بفيروس هيباتيتس بي. إلى هنا انتهت محاضرتنا لهذا اليوم، السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.